ثم حملت. فقال لها: إن جئت بالبنت السابعة فأنت طالق. أشر نعم. فيرى فيما يرى النائم نسأل الله السلامة والعافية أن خزنة جهنم يأخذوه، أخذوه إلى النار. عندما جاء عند الباب الأول قامت البنت الأولى قال: والله ما يدخل من هنا. الثاني ظهرت، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، قال: خذوه إلى الباب السابع، استيقظ من النوم. فجاء إليها قال: اسمعي، والله لو جئت به ذكر فأنت طالق. وقت الولادة ينتظر في الخارج، فجاءت الممرضة قال: بنت 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 بنت. نعم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. الشهوة لا تنطفئ إلا بما شرع الله من النكاح والتسري بالشروط. ليسكن إليها، فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت به من دون إعياء ولا تعب، فلما أثقلت في آخر الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، ذكر أو أنثى، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا، هل حصل الشكر؟ لا. قال: جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. يا أخواننا، هذا الذي لا يفرح بالأنثى هذا على طريقة أهل الجاهلية. كم وردت أحاديث في فضل تربية البنات وما إلى ذلك، يطلق على أي شيء بعض الناس سبحان الله. لا تتكلم بهذا إطلاقا. عندنا المعمول به في المحاكم الشرعية أن الرجل إذا جاء للمحكمة وقال: أريد أن أطلق، قال: طيب، أعطوه موعد. يعطوه أقرب موعد بعد 4 أشهر. لماذا؟ لأنه لا يرجع أصلا ولا يأتي الموعد، أكون راجع الزوجة وانتهى الأمر. أي نعم. لكن أراد أن يتزوج قال: أعطوني موعد. قال: اليوم، بعد أسبوع. نعم. ولا أحد عندنا، هذا المعمول به عندنا، لا أحد يفتي بالطلاق من العلماء. تسمع الشيخ الفوزان حفظه الله يسأل في الإذاعة في نور على الدرب عن مسألة الطلاق، قال: راجع المفتي، راجع الإفتاء. ما أحد يفتي بالطلاق. وتسمع اليوم بعض الطلاب هدانا الله إياه يفتي بالطلاق ولا إشكال. نعم. طيب، طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق بائن أنه لا تستطيع الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها الزوج الثاني. يملك الحر 3 طلقات فقط كأنفاس العباد. لا، 3 طلقات. نعم. طيب، فإذا طلق 3 طلقات أو طلق قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، قبل حصل العقد ولم يدخل بها وقال لها: أنت طالق، إذن الآن لها أن تتزوج ولا إشكال. نعم. طيب، أو النكاح كان نكاح فاسد، عقد عليها وبعد أن عقد عليها مثلا تبين أنه رضع من أمها فهو أخ لها في الرضاعة فانفسخ العقد هنا، أو كان على عوض كما ذكرنا في الخلع. نعم. أما الطلاق الرجعي، تملك الزوج مراجعة الزوجة ما دامت في العدة، هذا إذا لم يتم له 3 طلقات. ما دامت في العدة له أن يراجعها. أصلا
أين تطلق؟ وهي في بيتها، ولا يجوز لها أن يخرجها من بيتها. واللي ترى عند بعض الناس هدانا الله إياهم يعني إشكال من الزوج وإشكال من الزوجة وإشكال من الأهل وإشكال من المجتمع، أمر عجب يا رجل. وأنت تعرف أن يعني كبار السن في الغالب يعني دائما ينصحوا سواء الزوج أو الزوجة أو كذا. فتأتي في القديم، أنا أعرف هذا، في القديم تأتي المرأة غضبانة وكذا إلى بيت الأب، أقول لها لا، أنا أعلمت الزوج وقت النكاح أني محاسب أمام الله، ولا يمكن أن تأتيني إلا بعد وفاة الزوج، غير هذا ما تأتي. نعم تأتي ويحصل كلام ويزيد الإشكال وما إلى ذلك. يحرم على الزوج إخراج الزوجة من بيته، تبقى في بيته، تطلق نعم، لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وهو الصلح. لابد أن يطلقها في العدة التي أمر الله، في طهر لم يجامعها فيه، يعني ينتظر بها حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد هذا يطلقها، يخرجها من البيت؟ لا، يبقيها في البيت. فإذا أراد مراجعتها له ذلك. كذلك يشهد على الطلاق ويشهد على إرجاع الزوجة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ثلاث جدهن جد، لماذا؟ أراد أن يبين أنه لا لعب ولا مزاح بالتلفظ بالطلاق. وذكر أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما السبب لإرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ نزل في البئر الزوج وانقطع الحبل والزوجة فوق، فقالت له تريد الحبل؟ قال نعم، أنزل الحبل. قالت لا، حتى تطلق. وضعت السكين على نحرها وقالت تطلق أو أذبح نفسي. يقول الحمد لله، عجل. لا، استغفر الله، ماذا يصنع؟ يقول لها لا، أنت طالق. نعم، تقتل نفسها أو يبقى ويموت في البئر؟ يطلقها، هذا ما استكره عليه. أي نعم، ولا يقع الطلاق أصلا، مفهوم؟ طيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعض الفقهاء يقول أن الطلاق من الطلقة، السلاح الآن إذا خرجت الطلقة ما ترجع، فاحذر من هذا. ولابد أن المقبل على النكاح يتعلم هذا الباب ويعرف كيفية الحلول الزوجية وماذا يكون وغير هذا. طيب، الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك الوط، أي وط الزوجة أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر للذين لون من نسائهم، تربص 4 أشهر. نعطي الزوج، نقول اسمع معك 4 أشهر، إما أن تطع أو تطلق. فإن رجع، فإن فاو أي رجعوا، رجع وقال أطع، فعليه كفارة يمين. وإن عزم الطلاق أي لم يرجع فماذا؟ فإن الله سميع عليم. طيب، إن امتنع قال اسمعوا لا أطلق ولا أطع،
واصنعوا ما أحببتم. هي قالت في حديث النساء قال إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم طيب الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، يجعلها محرمة عليه كتحريم المحارم، أمي أو أختي أو ما إلى ذلك، من الألفاظ المصرح بتحريم الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا أنه منكر من القول وزورا. لماذا تقول هذا الكلام؟ هذا منكر وشهادة زور أصلا. نعم لا تحرم الزوجة بذلك، لكن ليس له أن يطع الزوجة حتى يأتي بالكفارة، عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فطعام 60 مسكين. طيب أما تحريم المملوكة أو تحريم الطعام أو الشراب، يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط. تأتي المرأة بطعام وتتعب وكذا، إذا أحببت أن تأكل كل، وإلا يعني لا تتكلم عن الطعام وتقول فيه وفيه وفيه. طيب أو تقول والله لا أكل مثلا. أما اللعان فهو نسأل الله السلامة والعافية رمي الزوج لزوجته بالزنا. فننظر الآن، لابد أن من رمى آخر بالزنا نسأل الله السلامة والعافية سواء رجل أو مرأة إما أن يأتي بالشهود 4 شهود، فنقول للزوج لابد أن تأتي ب3 شهود معك أو يجلد حتى القذف. نعم إذا ما استطاع أن يأتي بالشهود ماذا نصنع به؟ نقول لابد أن تلاعن. قال لا، لا يلاعن ولم يأتي بالشهود، فماذا نصنع به؟ يرفع إلى السلطان ويجلد. نعم حد القذف. صفة اللعان يقول يشهد 5 شهادات بالله، إنها نسأل الله السلامة العافية زانية، لكن 4 شهادات، في الخامسة يوقف القاضي ويقول هذه موجبة اتق الله، يذكر بالله. طيب لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي. الآن هي إما أن تقر نسأل الله السلامة العافية بالزنا أو تلاعن، إن أبت فماذا؟ فيقام عليها، يقام عليها ماذا؟ من يعرف؟ نعم يقام عليها ماذا؟ ما هو الحد؟ يقام عليها خطأ، يقام عليها الحد صحيح. أي حد؟ إن كانت بكر يقام عليها الجلد، وإن كانت ثيب يقام عليها الرجل. نعم أنا أعقل ما أقول الحمد لله، صحيح لم يدخل بها، مجرد العقد ورماها، زوجة زوجة، ثيب لا، بكر مفهوم. نعم أجلس. طيب إذن فإذا تم اللعان تلاعن 5 مرات ويوقفها القاضي عند الخامس، تم اللعان سقط عنه الحد وكذلك عنها، وحصلت الفرقة بينهما على التأبيد. نعم وإذا ذكر الولد في اللعان انتفى عن الزوج. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا باب العدد، حصل الطلاق أو
حصلت الوفاة أو ما لذلك لابد من عدد واستبراء. سيأتي معنا أنه لابد أن يستبرئ مثلا عند قسمة الأمير، أمير الجيش أو أمير الجهاد للسرايا على الجيش، لا يطع هذه المملوكة إلا بعد الاستبراء. نعم، وهذا سيأتي معنا في كذلك وطأ بالشبهة وغيره. الله أعلم، ندرس هذا الباب كتاب العدد بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.